خلاص يا شباب هنبدأ، نقعد لو سمحتوا. خلاص بقى كده شباب، جزء فيه مش كله. لا طيب، هنبدا نتكلم. باشمهندس معايا لو سمحت. خلاص هنتكلم على السورتنج الجوريزمز. مبدئيا ليه انا محتاج ارتب الداتا؟ باينري سيرش شيء طبيعي. انا لو معايا اندكس فيه ارقام تليفوناتكم مثلا، وعايز اوصل لحد يعني مثلا احمد محمد الرقم بتاعه كام، لو الاندكس بتاعي مش مرتب انا كل مره لازم اروح ابحث في كل اللي موجود عشان اطلع رقم، صح؟ لكن لو هو مرتب هعرف اوصل بسهوله. يبقى السورتنج انا بعمله وانس بس، بقدر استخدمه ميني وهيبان في حاجات قدام كتيره جدا يعني. طيب عندي ثلاث انواع من السورتنج. حاجه اسمها كوادراتيك سورتنج اللي هو الاوردر بتاعه المفروض هيطلع ان سكوير، زي السلكشن سورت والانسرشن سورت والبابل سورت، ودول مين اللي هنتكلم عليهم الثلاثه دول النهارده. وعندي حاجه اسمها سب كوادراتيك زي الميرج سورت والشيل سورت والكويك سورت والهيب سورت، وعندي حاجه لينير اللي هي الكاونت سورت والرادكس سورت. دول انواع السورتنج اللي هناخدها. مفروض انك هتبني الكلام ده بايديك، كل الالجوريزم دي سيادتك هتعمل باكج وتحطها، كل الانواع دي هتعملها تبنيها بايديك خلال السمستر. وفي اس تي ال اللي هي ستاندرد تمبلت لايبرري جاهزه بتعمل سورتنج برضو، هتتعلم برضو ازاي تعمل لها كولينج للحاجات اللي هي الاس تي ال. ليه من عايزين نستخدم سورتنج دي؟ قلتها ان انا هيسهل عمليه السيرش شويه. طب اي عمليه سورتنج عندي اثنين اوبريشن اساسيين فيها. كومباريزون، انا عشان ارتب حد لازم اقارنه بالتانيين، يبقى اول مين اوبريشن عندي هي الكومباريزون. تاني مين اوبريشن، انا لو قارنت حد بحد وعايز احطه في المكان المظبوط لازم احركه، هي عمليه الموفمنت. يبقى المين اوبريشن عندي هم الكومباريزون وعمليه الشيفتنج او الموفمنت نفسها. وهنستخدم البيك اورينتيشن في المقارنه بين الالجوريزم دي وبعضها، فهنضطر نجيب كل الحالات البيست كيس والافريج كيس والورست كيس. بس مين لما اجي افضل الجوريزم عن الثاني هختار اللي البيج او بتاعته اقل. والموضوع بيفرق وانا برتب، هل انا برتب انتجر ولا برتب كاركتر ولا برتب ايه بالظبط؟ بتوقف برضو على شكل الداتا نفسها. دي تقسيمه الانواع السورتنج. عندي كومباريزن سورتنج، يعني سورتنج معتمد ان انا بعمل مقارنه. مثال عليه زي ترانسبوزيشن سورتنج زي البابل سورت، او الانسرت اند كيب سورت زي الانسرشن سورت، او دايمنشن انكريمنت زي الشيل سورت، او ديفايد اند كونجر كونسبت زي الكويك سورت والميرج سورت. ما تتخضوش، كل الكلام ده هيتقال بالتفصيل، بس انا بقول لك التقسيمه ماشيه ازاي. حاجات اللينير او الادريسنج سورت زي الكاونت سورت، دي الالجوريزمز اللي هناخدها ونشرحها بالتفصيل ونطلع لكم الكيس بتاعتها. الانسرشن سورت، لو انا عاطي حد فيكم 10 كروت كل كارت مكتوب عليه رقم والارقام دي مش مرتبه، وقلت لك رتبها، عاطي سيادتك 10 كروت عليهم ارقام من 1 ل 10 والارقام دي مش مرتبه وقلت لك رتبهم، هتفكر تمشي ازاي؟ خلينا نتكلم تصاعدي. تمام اوكي شكرا. في طريقه ثانيه؟ نفس الفكره. طيب تمام. مثلا وانا ماشي مثلا نفترض ان انا لقيت رقم 4 هو رقم 3 يجي 4 فاحطه في مكان، لقيت اللي بعديه مثلا 2 فاحطه قبليه،
لقيت اللي بعديه ست، فهحط الستة بعد الأربعة بعدين دي طريقة تانية. ايه تاني؟ وانا ممكن ممكن امشي على الكروت بالترتيب واعمل سواب لكل كابتن، يعني مثلا انا لقيت واحد واثنين احط واحد اربعة واثنين بعدين وهكذا، افضل مش كده. دي طريقة تالتة. اوكي، كل الطرق دي هناخدها، بس انا بحاول اشوف تفكروا ازاي. باشمهندس في الاخر فكر معانا كده في طريقة تانية. ايوه حضرتك. علي صوتك. هدور اجيب اصغر رقم وبعد كده اجيب اصغر رقم في اللي باقي وهكذا. شكرا. طيب اول طريقه اسمها انسيرشن سورت. لما بكلمك على الالجوريزم حاول تفهم معايا الفكره، ما دماغك ما تروحش للكود خالص وانا بشرحه، افهم الفكره وهتعرف تحولها للكود لوحدك. بيعتمد، بيقول لك ان انا هفترض اول اليمنت في الاري مرتبه. اول اليمنت، اتفضل، اول اليمنت في الاري مرتبه. لو انا عندي اري وفي 10 اليمنت هفترض اول واحده مرتبه وبعد كده ابدا من الاليمنت الثاني اقارنه باللي قبليه، ما هو اللي قبليه مرتب صح؟ اول اليمنت بقيه الاري اشوف البوزيشن المظبوط بتاعه فين واحطه. سي لو هو اكبر من اول اليمنت هيستنى مكانه زي ما هو، طب لو اصغر هعمل لهم الاثنين سواب. كده يبقى اول اثنين اليمنت بينهم من بعض مرتبين، وابدا ابص للثالث ادور على البوزيشن المظبوط فيه بتاعه في الاثنين الاولانيين وهكذا وهكذا. هناخد كذا اكزامبل على الموضوع ده دلوقتي وهنعملها عملي مع بعض، متخضوش. بس الفكره ايه؟ انه بيعتبر الاريه بتاعته مقسومه لنصين، نص مرتب ونص غير مرتب. في البدايه السايز بتاع النص المرتب بيعتبره هو اول اليمنت، وبعد كده يكبر عليه واحد ثم واحد ثم واحد لغايه ما يخلص خالص. اوكي؟ طب نيجي ناخد اكزامبل. ابدا معايا الجزء اللي بالازرق ده ترتب، ترتب ازاي مش مشكلتك خالص دلوقتي. يعني الجزء اللي بالازرق لو بصينا له كده هو مترتب ولا مش مترتب؟ بينه وبين بعضه؟ اترتب ازاي مش مشكلتك خالص دلوقتي. مين اللي عليه الاليمنت الدور عايز ارتبه؟ يبقى النص اللي بالازرق ده مترتب من اول العشره وطالع مش مترتب. والاليمنت اللي عليه الدور اللي عايز ارتبه هو العشره. هروح واخد العشره معايا حاططها في تمب على جنب. ده اول خطوه. يبقى مكان العشره فاضي دلوقتي ولا مش فاضي؟ وابدا اتحرك على كل اللي بالازرق دول. ال 38 ولا ال 10 الاكبر؟ اروح عامل لها شيفتنج هنا، لقيت 38 اكبر اروح جايبها مكان ال 10. واروح متحرك واحده لتحت، ال 33 الاكبر ولا ال 10؟ اروح عامل لها سواب. ال 21 اكبر ولا لا؟ ال 20 اكبر ولا لا؟ ال 14 اكبر ولا لا؟ ال 14 الثانيه اكبر ولا لا؟ ال 12 اكبر ولا لا؟ السبعة أكبر ولا لأ؟ هقف وأروح عامل سواب ما بين العشرة واللي أنا واقف عندها اللي هي المكان ده. ليه ده أصغر؟ هروح جايب العشرة حاططها هنا. العشرة حصل لها انسيرشن في المكان الصح ولا لأ؟ ومن هنا اسمه انسيرشن سورت. أنا معايا إيليمنت واحد مش مرتب هحطه في المكان المناسب بتاعه، هقعد ما أنا ضامن اللي قبليها كله مرتب. هتني ماشي طول ما هو اكبر، ماشي ماشي، عمال اعمل شيفتنج 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 لغايه ما الاقي المكان المظبوط اللي هو اصغر مني هو ده اللي هحطه فيه. كده عملت انسيرشن لل 10. طب اللي عليها الدور 55 هقارنها مع مين؟ هحطها في تمب واقارنها مع مين؟ طلعت اكبر من اللي قبلها، خلاص انا كده خلصت الحته دي لان هي اكبر من اللي قبلها مباشره. اذا ال 55 ده المكان المظبوط بتاعها، وهبدا اخد اليمنت اليمنت بالشكل ده. اول ما اخلص الاري كلها كده الاري ترتبت. فهناخد مثال مع بعض دلوقتي كامل اهوت. اتفضل. انا ممكن ال 10 اصلا يعني اعمل على اول رقم اقل من 10 اللي فاتت واروح احطها على طول بدل ما انت بتقولي هدور على 10 بدل ما اعمل شيفتنج صح؟ هدور على اقل رقم اقل من 10.
سيبك من الاريه اللي تحت اللي هي الاريه اللي فوق. الاريه اللي فوق فيها 33 و33 وكده، يعني مثلا هروح لل 12 دي اول رقم، اللي فات دول هي دي اول رقم اقل من 10. تمام. احطها ازاي بقى؟ خلاص؟ اديها فرصتها. دول هم سورتد. والاري دي ثابته من اول زيرو ثم 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 لغايه الاندكس كام؟ 15 صح؟ عشان خاطر سيبي لي فرصتي بقى صح؟ انت هنا اصغر واحد هنا هتلاقي مين اللي هي السبعه او ال 12 سواء دي او دي صح؟ انت بتقول هدور عليها وجبتها من غير ما اعمل شيفتنج، مش هتبدلهم مكان بعض؟ هجيب السبعه مكان العشره كده انت بوظت مكان السبعه. طيب هل ينفع اعمل سورتنج من غير ما اشفت؟ لازم اشفت. بالذات انا مستخدم فيكسد اري. الاري هنا دي فيكسد، انا حاجه لسه ستاتيك. لسه ما اتكلمناش على لينكد ليست او دايناميك خالص دلوقتي. فعشان اظبط الترتيب لازم اعمل شيفتنج، افضلها المكان المناسب بتاعها، والا يا اما هبوظ الترتيب يا اما هعمل هفتقد رقم كان معايا. اوكي؟ اتفضل. وانا ممكن احط برضه الشينج بتاعي. ممكن اعمل تشيك على اكبر رقم في الموجود في الاري كله، اطلع اكبر رقم ده، بعدين هفضل بقى هعمل تشيك على اللي هو اكبر رقم بس اصغر من الرقم اللي انا مطلعه مره، وكل ما اطلع حاجه هعمل لها شيفت واحطها جنب الاكبر رقم. ما هو ده اللي تم. ده اللي تم هنا ان انا بعمل شيفتنج لغايه ما اوصل الرقم مظبوط، بس عملها بشكل سيستماتيك، يعني بدات من الرقم اللي هو قبليه على طول. اوكي؟ طيب هنا انا بتكلم على ترتيب اليمنت واحد هو العشره. حد مش فاهم انا رتبت العشره ازاي؟ شباب، لان ترتيب العشره هيساعدني ان انا افهم بقيه الالجوريزم كله. مثال، لو انا بدات بالاري اللي فيها 30 و25 و15 و20 و28، هفترض الجزء المترتب اللي هو بالازرق اللي هو 30 لان ده اول اليمنت عندي صح؟ فافترضت ان 30 هي مرتبه. وبعد كده مين اول اليمنت هشتغل عليه؟ هقارن 25 بكل اللي قبليه لغايه ما الاقي واحد اصغر منه. ال 30 ولا ال 25؟ هروح عاملهم الاثنين سواب مع بعض، لان خدت ال 25 في تم وقارنت رحت مرحل ال 30 وبعد كده حطيت ال 25 بعد ما خلصت. عشان كده ثاني خطوه هتلاقي ال 25 فوق وال 30 فوق تحتيها. الاثنين بالازرق دلوقتي بعد اول اوبريشن عندي اثنين مرتبين، اللسه المرتبه السايز بتاعها كام اليمنت؟ اثنين، والباقيين ثلاثه اليمنت. مين اللي عليها الدور؟ هاخد ال 15 على جنب. 15 ولا 30؟ هروح منزل ال 30 مكان ال 15. 25 ولا ال 15؟ هروح عامل لها شيفتنج. وصلت لبدايه الاري او وصلت للي اصغر مني. انا هنا وصلت لبدايه الاري. خلاص هقف واروح حاطط ال 15 في الاول، عشان كده 15 ثم 25 و30. مين اللي عليها الدور؟ 20. هاخدها في تمب على جنب. وبعد كده اقارن ال 20 بال 30، شيفت ال 30. ال 20 بال 25، شيفت ال 25. ال 20 وال 15؟ خلاص هروح انا مش هتحرك عند ال 15، مش هعمل لها شيفتنج، هروح حاطط ال 20. في المثال الاولاني انا وصلت للتالت الاري فخلاص هسواب على ابدا اول اليمنت في الاري، لان كده يبقى انا اصغر واحد اللي هي ال 15. لكن في المثال الثاني ال 20 مش اصغر واحد، وقفت عند مين؟ عند ال 15. طب بعد كده 28 هتتقارن شيفتنج 30 بس، مش هتحرك اكتر من كده، فاروح حاطط 28 بعد ال 30 ايه؟ مباشره. ككونسبت الجوريزم حد مش فاهمه؟ ممكن ناخد مثال مع بعض تاني عليه لو عايزين. كل مره بسواب الاثنين اليمنت مع بعض. هنتكلم على الكود بالتفصيل مع بعض دلوقتي. سوري، هي مش سواب. انا خدت التم الرقم حطيته في تم. كل اللي بقول باوفر رايت عليها. يعني yeah. بدل ما اعمل سواب. اه طبعا. اوكي؟ طب تعالى ناخد مثال صغير مع بعض تاني بس نعمله كامل مع بعض بكل خطواته. والناس تجرب معايا لو سمحتوا، محدش يبقى قاعد كده. هنفترض الاري بتاعتنا فيها 3
واحد أربعة زيرو تمانية. دول كم إيليمنت؟ خمسة إيليمنت. أوكي؟ عايز أرتبهم صح؟ البداية هعمل إيه؟ هفترض إن أول إيليمنت هو مترتب. مين اللي عليه الدور يترتب؟ هروح واخد الواحد فين؟ في تم. وقارن الواحد والتلاتة. الاري بعد كده هيبقى شكلها عامل. الواحد اصغر فهروح جايب التلاتة مكان الواحد. اوكي؟ والاربعة زي ما هي والزيرو والتمانية زي ما هم. لان لسه ما وصلتلهمش. صح؟ ما انا لما قارنت ده بده لقيت التلاتة اكبر فهعمل شيفتنج. طب بعد كده انا وصلت لبداية الاري. خلاص روح حط الواحد هنا. بعد كده عندي بعد الخطوة دي كام اللي بتترتب؟ اللي هم لغيت هنا. مين اللي عليه الدور؟ هروح واخد الاربعة حاططها في تم. اقارن الاربعة والتلاتة مين اكبر؟ خلاص يبقى انا كده خلاص مش هعدي للخطوة اللي قبلية لان لقيت الاربعة اكبر من التلاتة. يبقى الاري بتاعتي هيبقى شكلها كده. واحد ثم تلاتة ثم اربعة ثم زيرو ثم التمانية. بس مين اللي عليه الدور؟ هروح حاطط الزيرو في تم. اقارن الزيرو بالاربعة. التمانية زي ما هي ودي فاضية دلوقتي ما عندي. الزيرو والاربعة مين اكبر؟ اروح حاطط الاربعة. دي شفتت هنا كده. طب بعد كده التلاتة والزيرو مين اكبر؟ اروح عامل التلاتة جايبها هنا. بعد كده الواحد والزيرو اروح عامل شيفتنج واحد هنا. وصلت لبداية الاريه اروح جايب مين؟ الزيرو هنا. كده انا خلصت. ومين عليها دور تترتب؟ هقارن التمانية احطها في التم. تمانية والاربعة اكبر. خلاص انا كده خلصت. زيرو واحد ثلاثة اربعة تمانية. ككونسبت حد عنده مشكلة؟ بيقسم الاريه لنصين، نص مرتب ونص غير مرتب، ويمسك اليمنت اللي عليه الدور يعمل له انسيرشن في الجزء المرتب. بيفترض في البداية اول اليمنت هو الجزء الاولاني وهو مرتب، وبعد كده يشتغل اللوب عليه. حد عنده مشكلة يا شباب؟ ده الانسيرشن سورت. تعال نتكلم على الكود بتاعه. ده السودو كود بتاعه. انسيرشن سورت هياخد الداتا اللي هي الاري اللي فيها الداتا كلها وان عدد الاليمنت الموجوده في الاري، وهيعمل فور اي بيساوي واحد للاي اقل من ان اي بلس بلس. هيسال موف اول اليمنت داتا اوف جي لما يكون داتا اوف جي جريتر ذان الداتا اوف اي. مش احنا كنا بنقارن كل مره طول ما هو اكبر عمالين نعمل موف باي بوزيشن 1. وبعد ما تخلص الموفمنت دي يعمل ايه؟ بليس الداتا اوف اي ان ذا بروبر بوزيشن. زي انا دورت ال10 حطيتها في المكان المظبوط، دورت على الثلاثه حطيتها في المكان المظبوط. ده سيدو كود مش كود. طب عايزين الكود نفسه بقى اللي هو ده. عمل التمبلت والكلاس بتاعه. يعني ايه تمبلت الاول؟ ايه؟ طب الكونسيبت ده اسمه ايه؟ جنريست. ليه كونسيبت؟ التمبلت بيمثل لي ايه؟ ما هو جنرال تايب ان انا اشتغل انتجر اشتغل كاركتر سترينج الكلام ده كله. اوكي ايه؟ لا طيب استاذنكم ترجعوها. اتفضل. التمبلت تحت انهي كونسبت في الاوبجكت اورينتد؟ طيب استاذنكم رجعوها. لا طب رجعوها. انا كده اتكلمت على حاجتين تراجعوهم. اول حاجه هي ايه؟ مسائل على الريكيرجن. تاني حاجه الكونسبت بتاعت الاوبجكت اورينتد ودي هنزل لكم اساينمنت عليها. اوكي؟ من ناحيه الابستراكشن، من ناحيه البوليمورفيزم، من ناحيه انا عندي اربعه كونسبت اساسيين في الاوبجكت اورينتد. راجعهم كبيزكس والاساينمنت هيخليك تراجعهم كامبلمنتيشن. اوكي؟ لان انا مش هنا مش هشرح اوبجكت اورينتد، انا هستخدم الاوبجكت اورينتد. كل الشغل بتاعنا لازم هنستخدم فيه الاوبجكت اورينتد. الفانكشن عندي اسمها انسيرشن ايه؟ سورت. بتاخد البارامتر الداتا الاري والسايز بتاعها. هيعمل فور انت اي بيساوي واحد وعندي فاريبل جي والاي اقل من ان اي بلس بلس. هيعرف تمب جوه الفور لوب ويقول له التمب خد الداتا اللي انا واقف عليها دلوقتي. ساعة ما خدت ال10 حطيتها في تمب.
وبعد كده هيعمل فور لوب عشان يحط العشرة في المكان المظبوط، من اول جي بتساوي اي والجي اكبر من الزيرو او التيم بيكون اقل من الداتا اوف جي ناقص واحد جي ماينس ماينس. ما انا انزل لغايه ما اوصل لبدايه الاري يا اما الاقي المكان المظبوط بتاعي. هيعمل ايه؟ يقول له خد الداتا اوف جي بيساوي داتا اوف جي ناقص واحد اللي هي كنت عمال اقول ايه ال 33 ثم ال 30 عمال اعمل شيفتنج. طب بعد ما تخلص الفور لوب الداخليه دي كلها خد الداتا اوف جي، لان الجي هي انت واقف في المكان المظبوط دلوقتي للرقم اللي معاك، خليه بيساوي الايه؟ التم. بص حبيبي انت هنا مشيت من اول واحد لغايه كام؟ اقل من ان. البيز زيرو هنا ده هنتكلم على سي بلس بلس. سي بلس بلس الاندكس بتاع الاري اول ايلمنت في البيز كام؟ ما بداتش من اول بيساوي زيرو، هنا بدات من ثاني ايلمنت. صح؟ خلاص هتحرك من اول من ثاني ايلمنت، هيروح واخد الايلمنت حاطه في تم. وبعد كده هيقارن الايلمنت اللي هو رقم 2 بكل اللي قبليه. اللي هي المقارنه هنا بتحاول من اول جي بيساوي الاي. الاي اللي انت واقف عليها اللي هي ثاني ايلمنت. ويكون الجي اكبر من صفر لان ما ينفعش اخرج بره الباوندري بتاعت الاري. او انا لما جيت اقارن الاربعه بالثلاثه لقيتها اكبر، فالكونديشن ده اللي خرجني ساعتها، مش ان انا وصلت لبدايه الاري. ما انا امتى اخرج؟ يا اما اكون وصلت لبدايه الاري معناها الاليمنت اللي معايا هو اصغر اليمنت، او يكون ان انا لقيت رقم هو اصغر مني مباشره. اوكي؟ هيبدا يعمل عمليه الموفمنت، وبعد ما يخلص كل ده هيعمل سواب، هيجيب الداتا اللي هي في التم، مش سواب، الداتا اللي في التم هيحطها فين؟ في الاندكس اللي انا واقف عليه دلوقتي. طيب اللي هي ما جي على طول اكبر من زيرو، لو حطيتها اور اي كونديشن فيهم هيفيل هيخرجني. يعني اي كونديشن، ما انت فاهم الفرق بين الاور واحد لو صح هيعمل، لو انا قلت له جي اكبر من زيرو وانا وصلت ان القبليه رقم ثلاثه وانا اربعه، فالجي هتبقى اكبر من زيرو هيتني كامبك، فلازم تكون انت. خلي بالكم من اسئله زمايلكم وقول هي ليه اند مش اور. باشمهندس اقف معايا لو سمحت، مش قصدي حاجه والله. لا مش انت، هو وده بيدل انك كنت بتعمل حاجه. لا انت حاطط الاقف. لا لا هو اللي واقف خلاص اهو. انا عندي كام اساينمنت هنا؟ كام؟ يبقى انت اللي كنت قلت الخمسه المره اللي فاتت، انت كنت بتقول لي محدش قال. حبيبي خمسه دي انا سايز المساله ان. سايز المساله عندي ان، بالله عليكم يعني ركزوا في الحاجات الصغيره دي. برضو عشان خاطر انا بقى. حبيبي بقول لك سايز المساله ان. سايز المساله هنا ان. هو انا لما اطلع كومبلكستي بطلعها على رقم معين ولا على السايز بتاع المساله؟ اه والله عامة كده. اتفضل. ما انا بسال. انا دول اتنين فور لوب جوا بعض. دي هتتحرك ان ودي هتتحرك عدد معين. اوكي؟ انا اللي بسال دلوقتي، هبقى اجاوبك بعدين. انا بساله يا حبيبي. وصلت الحاجه؟ حد عارف الاجابه يا شباب؟ شكرا باشمهندس فؤاد، بس فوق معانا شويه. اتفضل. ايه؟ ان سكوير. جبتها ازاي؟ برافو عليك. هي بس مش ان في ان، بس انت جاوبت صح، بس مش هتبقى ان في ان. برافو عليك. اتفضل. سميشن من واحد لان. برافو عليك. ان في ان فاكتوريال. مش برافو عليك. لا غلط. ايه؟
لا هي زي زمالك بقى سميشن من واحد لان انت بتقول سميشن حاجه في حاجه من اول ان بواحد لغايه ان اوكي اي اوكي تمام. طب تعال نحللها مع بعض يا شباب. الفور لوب اللي بره هتتحرك من كام؟ ان صح؟ طب الفور لوب اللي جوه انا عارف عادتها